السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس الرابع في الوحدة التالتة. طبعا الدرس الرابع بتاعنا بينقسم لثلاث أقسام. القسم الأولاني هيحكي لي فيه حكاية الأقزام والشوميكر صانع الأحذية، والجزء الثاني هيكلم لي فيه عن الجزء الخاص بالفناتكس الصوتيات، والجزء الثالث هيكلم لي فيه عن الماث الرياضيات. طبعا النهاردة هنبدأ الجزء الاولاني، وده خاص بالقصة بتاعت الالفز and the shoemaker، الاقزام وصانع الاحذية. ودي قصة حبيبي بتحكي لنا حكاية صانع احذية فقير عايش هو وزوجته حياة صعبة. في يوم من الايام ما كانش فيه باقي الا حتة جلد بسيطة يدوب تقضي صنع حذاء واحد، وهو كان مرهق جدا، فقال ان انا هسيب حتة الجلد دي وهدخل انام وبكرة اعملها حذاء. دخل بالفعل نام، وتاني يوم لما صحي وراح استغرب جدا لان لقى فعلا الحذاء معمول. استغرب جدا، انا ما صنعتش الحذاء، ازاي الحذاء ده جه؟ طبعا ده شيء سبب له دهشة، ولكن في واحد اعجب بالحذاء وطبعا شاف ان هو حذاء جميل جدا فاشتراه. فلما اشتراه اخد الفلوس على طول صانع الاحذية وراح واشترى طعام واشترى كمان جلد يكفي اكتر من حذاء، ولكن مازال هو وزوجته حبيبي مستغربين ازاي الحذاء ده اتعمل. فجيب الليل تاني يوم وقال ان انا هسيب بقى جلد يكفي حذائين اتنين، وراح ينام. وتاني يوم رجع هو وزوجته ولقى بالفعل حذائين اتنين معمولين بشكل جميل جدا. استغرب جدا صانع الأحذية ازاي الأحذية دي بتتعمل، وقرر هو وزوجته ان هما يشوفوا يا ترى الأحذية دي مين اللي بيصنعها، وحطوا جلد في اليوم اللي بعده واستخبوا عشان يشوفوا مين اللي بيصنع الأحذية. وللدهشة لقوا ان في اتنين أقزام هما اللي بيجوا بعد ما يحطوا الجلد وبعدين يصنعوا الأحذية الجميلة. طبعا صانع الأحذية وزوجته فرحوا جدا بالأقزام دولة، وقرروا ان هما يدوهم أكل وكمان يعملوا لهم ملابس جديدة، وفرح جدا الأقزام بالملابس الجديدة، وبقى صانع الأحذية يجيب الجلد والأقزام يصنعوا له الأحذية، وكده أصبح أهل البلدة كلهم بيشتروا منه أحذية جميلة، وبالتالي اصبح معاه فلوس كتير وبقى غني وما بقاش فقير خلاص، وعاش حياه سعيده هو وزوجته. تعالوا نشوف حبيبي بقى شكل ما بيبتدي كل مره الفوكابولري بتاع الدرس الرابع. طبعا عنوان الدرس شكل ما قلنا the elves and the shoemaker. the elves اللي هم الاقزام، and the shoemaker، shoemaker حبيبي بمعنى صانع احذيه، shoemaker بمعنى صانع احذيه. طبعا اول كلمه كلمه elves، elves elves بمعنى اقزام، honest honest honest. طبعا الاتش هنا حبايبي silent مش بتنطق، honest honest يعني امين او مخلص، kind kind يعني طيب او عطوف، tired tired يعني متعب، perfect 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 يعني ملائم او مثالي، leather 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 leather. خلي بالكوا هنا الاي silent يعني دي short اي، leather يعني جلد، shoemaker 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 يعني صانع أحذية، poor 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 يعني فقير، happy 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 يعني سعيد، beautiful 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 يعني جميل، delicious 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 يعني لذيذ، little 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 يعني صغير. تعال نشوف الاكسترا فوكابولري اللي هو مدهالي، wife wife يعني زوجة، money money يعني نقود، workshop 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 يعني ورشة عمل، meal meal يعني وجبة، tonight 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 يعني الليلة، quickly 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 يعني بسرعة، kindness 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 يعني عطف، amazed 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 يعني مندهش. تعال نشوف يلا حبيبي تصريفات الافعال اللي هو مدها لي. اول حاجة الافعال المنتظمة، وقلنا دي اللي بتنتهي بدي او اي دي او اي دي، believe believed believe believed يصدق، try tried try tried لاحظ ان قلب الواي لاي اي دي، dance dance danced danced danced. وانا حبيبي بعد الساه ساوند الاي دي بتنطق تاه، dance danced dance danced. تعال نشوف الافعال الغير منتظمه، cut 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 يقطع، say said say said، leave left
leave left يعني يترك أو يغادر hide head يعني يختبئ. تعالوا نشوف حبايبي أهم الإكسبريشنز والبريبوزيشنز اللي هو مدهالي. عندنا كلمة work hard يعني يعمل بجد. work hard pair of قلت حبايبي الإف هنا بتنطق في pair of يعني زوج من cut out يعني يقطع go to bed يعني يذهب للنوم for the night يعني لمدة ليلة واحدة sit down يعني يجلس all over the land يعني من شتى بقاع الأرض walk into يعني يدخل إلى بس طبعا مشي try on يعني يقيس ملابس find out حبيبي بمعنى يكتشف once upon a time يعني في يوم من الأيام أو ذات مرة ودي بستخدمها لما أجي دايما أحكي حكاية. تعالوا نشوف حبايبي يلا أول كويز من دهالي وقلنا دي بيدهالي بناء على حفظي للفوكاب. عندنا كلمة ميل قلنا يعني وجبة. عندنا كلمة poor يعني فقير. عندنا كلمة pair يعني زوج. عندنا كلمة shoemakers يعني صانعي أحذية ودي جمع طبعا. vets يعني أطباء بيطريين. تعال نشوف نمبر 1 بيقول I bought a of shoes yesterday طبعا بيقول انا اشتريت حذاء امبارح. طيب زوج الاحذيه اسمه ايه؟ الجوز يعني اسمه pair فاقول I bought a pair of يعني زوج من. وحبايبي كلمه a pair of معناها زوج من الاشياء التي لا تنفصل عند الاستخدام يعني دايما كلمة a pair of دي بتيجي مع الحاجات اللي انا ما اقدرش افصلها عن بعضها وقت الاستخدام. شكل ما اقول a pair of shoes a pair of glasses حبيبي اللي هي النظارة a pair of socks اللي هو الشراب a pair of shorts يعني الشورت بتاعي a pair of trousers يعني البنطلون بتاعي. طيب نمبر 2 بقول my mom ماما made us a nice for lunch طبعا هتعمل لنا ايه على الغداء اكيد نايس ميل كلمة ميل حبايبي بمعنى وجبة. نمبر 3 بقول he has no money he is very بقوله ما عندوش فلوس اكيد يبقى فقير يبقى is very poor بمعنى فقير. طب تعال نشوف نمبر 4 بقول he make us shoes يا ترى حبايبي مين اللي بيعمل احذية هتقول له اللي بيعمل لنا احذية هم shoemakers يعني صانعي الأحذية تاني shoemakers يعني صانعي الأحذية. تعالوا نشوف حبايبي يلا القصة بتاعتنا بيقول لنا فيها ايه. طبعا مديني the beginning قلنا beginning حبايبي اللي هي البداية بداية القصة بقول once upon a time وانا قلتلك حبايبي once upon a time معناها ذات مرة أو في يوم من الأيام ودي بستخدمها دايما لما يجي يحكي حكاية يقول once upon a time a kind and honest shoemaker lived in town with his wife بيقول ان في صانع أحذية طيب وأمين كان عايش مع زوجته في المدينة. They were very poor يعني كانوا فقراء جدا but they were happy لكنهم كانوا سعداء. The shoemaker worked hard بيقول لي كان شغال بجد. خلي بالكوا حبيبي طالما بحكي وأقول once upon a time أعرف إن كلامك هيبقى في الماضي فبقول كان بيشتغل بجد but he had no money but يعني لكن وقلنا دي بتربط بين جملتين متناقضتين بقول but he had no money ما كانش معاه فلوس. One night يعني في ليلة من الليالي the shoemaker was in his workshop كان في المحل بتاعه أو في الورشة بتاعته بقول oh dear يا إلهي I have only got enough leather for one more pair of shoes يعني أنا ما عنديش جلد إلا لحذاء واحد بس but I'm too tired to make them tonight بس انا تعبان ما اقدرش اعملهم النهاردة. I'll cut the leather هقطع الجلد now and make the shoes in the morning وابقى اعمل الجزمة دي او الحذاء دي في الصباح. The shoemaker cut out the leather and went to bed فقطع فعلا الجلد وراح ينام. اللي بعدها طبعا بيقول لي the middle حبيبي اللي هو المنتصف يعني منتصف القصة بيقول لي the following morning يعني الصباح التالي The shoemaker couldn't believe his eyes. ايه ده مش مصدق عينيه. He called his wife to come quickly to the workshop. وراح نادى لزوجته تعالي بسرعة تعالي شوفي في ايه.
Look at these shoes. بص للحذاء ده. Said the shoemaker. There on this table. There on his table was an amazing pair of shoes. على الترابيزة اللي هو بيصنع عليها الأحذية كان في حذاء رائع جميل. They are beautiful. دول جمال قوي. Did you make them? فزوجته طبعا مش عارفة. فبتقول له أنت اللي عملتهم. His wife looked surprised. No, my dear. قال لها لا طبعا يا عزيزتي. I didn't make them, he said. قال لها مش أنا اللي عملتهم. Then a man walked into the shop. راح جاي راجل داخل المحل. I've never seen such amazing shoes. بقول لهم أنا عمري ما شفت مثل هذا الحذاء أبدا. He said. Can I try them? وكلمة تراي حبايبي هنا بمعنى يقيس. بقول لهم ممكن أقيسه. He tried on. قاسوا. The shoes. They are perfect. دول رائعين جمال. He said. And paid the shoemaker. ودفع له على طول. Quickly, said the shoemaker's wife, go and buy some more leather. قالت له الله بالفلوس دي روح يلا واشتري لنا جلد كتير اكتر. The shoemaker went to buy some more leather. راح عشان يشتري جلد اكتر. When he arrived home, لما وصل البيت حبايبي, the shoemaker's wife had made him a delicious meal. طبعا من الفرح بقى طبخت وجبة جميلة. I'll just cut out the leather and then come and eat. قال لها انا هقطع الجلد واجي عشان اكل. The shoemaker cut out the leather for two pairs of shoes and left the workshop for the night. وساب الوركشوب بالليل. The following morning, وفي الصباح التاني, the shoemaker and his wife were amazed to see two beautiful pairs of shoes in the workshop. دهشوا جدا. ايه ده؟ حطينا جلد الحذاء واحد الحذاء اتعمل, حطينا الاثنين لقينا حذائين. فقالوا we must find out who is making these shoes. احنا لازم نعرف مين اللي بيعمل الحذية دي. said the shoemaker's wife. ده زوجته اللي بتقول let's hide tonight and see who is helping us. لازم نستخبى ونشوف مين اللي بيساعدنا. The end. طبعا the end حبايبي اللي هي النهاية. That night the shoemaker cut out the leather and then hid. They were very surprised to see two little elves. The elves started to make the shoes. Soon they had made two more pairs of beautiful shoes. يا نهار ابيض, لما استخبوا لقوا ان فيه قزمين اتنين بدأوا يشتغلوا ويعملوا حذائين, وعلى طول عملوا حذائين جمال جدا. We must thank the elves, said the shoemaker's wife. فزوجته بتقول له احنا لازم نشكر القزمين دول. Let's make, قلت لكم حبايبي كلمة let's بيجي وراها مصدر الفعل. Let's make them new clothes. يلا نعمل لهم ملابس جديدة. The next night, وفي الليلة اللي بعدها, the elves found their new clothes. لو فعلا الملابس بتاعتهم الجديدة. They were so happy that they danced. كانوا فرحانين جدا لدرجة انهم ايه حبايبي رقصوا. طبعا حبايبي so صفة ذات معناها جدا لدرجة ان, يعني كانوا فرحانين جدا لدرجة انهم رقصوا. Around the workshop before sitting down. قعدوا يرقصوا جوه الورشة قبل ما يقعدوا to make more shoes عشان يعملوا أحذية اكتر. Soon people came from all over the land to buy the shoemaker's shoes. بدأت الناس تيجي من كل أنحاء البلدة بتاعتهم عشان تشتري أحذية صانع الأحذية. He and his wife weren't ever poor again and they lived happily ever after. خلاص ما بقوش فقراء وعاشوا في سعادة. طبعا هنا لو بصينا للأسئلة اللي تحت بقول لي who made the shoes every night, يا ترى مين اللي كان بيعمل الأحذية؟ طبعا the elves, الأقزام. طب who made clothes for the elves, يا ترى مين اللي عمل الملابس للأقزام؟ هتقول لي the shoe maker's wife, يعني حبايبي زوجة الشوميكر. طبعا تحت حبايبي بيفكرني بمعنى الصفة. بقول what's an adjective, يعني ايه هي الصفة. شكل ما قلنا قبل كده حبايبي ودرسنا ان الصفة هي الكلمة ومجموعة الكلمات اللي بوصف بيها الاسم. An adjective is a word that describes a noun and precedes it or it follows verb to be.
طبعا هي الصفه هي الكلمه اللي بتوصف الاسم او الضمير طبعا العائد على الاسم، ويا اما بتيجي قبله يا اما بتيجي بعده، بس في الحاله دي بيجي قبلها verb to be. مديني مثال بيقول لي he is a kind and honest shoemaker. اه طبعا ادي kind صفه وhonest صفه، بيوصفوا الاثنين كلمه shoemaker. لو انا قلت علي is tall يعني علي طويل، يبقى الصفة هنا جيت بعد الاسم، فجي قبلها دايما verb to be am او is او are. طيب ممكن توصف ضمير عادي جدا لما اقولك they are brave يعني هم شجعان، هتقول لها مصر فين الصفة، هتقول لي brave بتوصف مين الضمير they. طيب ايه اللي جاب لها ده، هتقول لي verb to be. يبقى دايما حبايبي اللي بيجي قبل الصفة verb to be am or is or are. الصفة ممكن تيجي بعد الاسم بالمنظر ده او تيجي قبله شكل ما قالي kind and honest shoemaker. تعال يا حبايبي يلا نشوف الجنرال exercises اللي هو مديها لي على listen for. طبعا مديني كلمة hard، وان hard حبايبي بمعنى صعب او بجد. عندنا كلمة workshop يعني ورشة، عندنا كلمة morning يعني صباح، عندنا كلمة pair يعني زوج، عندنا كلمة honest يعني امين. طبعا بيحكي الحكاية بيقولي once upon a time a kind and a shoemaker. طبعا قلنا kind and honest، وقلت لكم honest حبايبي بمعنى امين. تاني كلمة honest بمعنى امين، قلنا الاتش silent. lived in town with his wife. They were very poor, but they were happy. The shoemaker worked. هتقول له صانع الأحذية ده كان بيشتغل إزاي؟ هتقول له worked hard. يعني كان بيشتغل بجد. But he had no money. ما كانش معاه فلوس. One night. يعني في ليلة من الليالي. The shoemaker was in his A. Oh dear. I have only got enough leather. كان فينا حبيبي. يبقى in his workshop. قلت لكم حبايبي كلمة workshop بمعنى ورشة. تاني workshop بمعنى ورشة. Oh dear, I have only got enough leather for one more A of shoes. قلنا زوج الأحذية اسمه pair of shoes. تاني اسمه pair of shoes يعني زوج أحذية. تعال نشوف حبايبي السؤال التاني، وهو سؤال الترتيب. سؤال الترتيب بيقول لي made يعني صنع، delicious يعني لذيذ، the wife الزوجة، ميل يعني وجبة. بان عايز اقول الزوجة صنعت وجبة لذيذة، يبقى هقول the wife يعني الزوجة made يعني صنعت حبايبي a delicious meal يعني وجبة لذيذة. قلنا حبايبي الصفة بتيجي قبل الاسم، وطالما في a او an بجيبها قبل الصفة. طب نمبر 2 بقولي the shoes every who night made. طبعا ده سؤال، فانا عايز اقول مين اللي صنع الحذاء كل ليلة، يبقى اذا هقول who، الفعل بتاعي made، the shoes هذه المفعول، وبعدين طبعا اقول في الاخر every night يعني كل ليلة، وحط الكويستشن مارك بتاعتي. طيب نمبر 3 بقول workshop ورشة، the elves الأقزام، around danced يعني رقصوا، the طبعا عايز أقول أن الأقزام رقصوا في الورشة، يبقى إذن هقول the elves الأقزام حبايبي danced طبعا فعل ماضي around the workshop يعني رأسه في الورشة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال التوصيل رقم 3. بقول the shoemaker، يا ترى الشوميكر عمل ايه؟ يا ترى he had no money ولا to make shoes and bags ولا makes amazing shoes ولا to make delicious meals. هتقول لي لا، الشوميكر ده بيصنع احذية رائعة، يبقى makes amazing shoes. نمبر 2 بقول the shoemaker worked hard but، يعني هو كان بيشتغل بجد لكن ايه؟ قلنا لكن ما كانش معاه فلوس كتير، يبقى اذا but he had no money او ما معهوش فلوس خالص، but he had no money. نمبر 3 بيقول we use leather، احنا بنستخدم الجلد ليه؟ هتقول لي to make، خلي بالكوا رجعنا تاني هقول to زائد المصدر اللي بيجي وراها الغرض، يبقى we use leather
to make shoes and bags, to make shoes and bags. تعال نشوف يلا سؤال البنكتويشن معانا. بيقول the shoemaker and his wife are thankful. طبعا the التي لازم تكون كابيتال في اول الكلام. shoemaker ما فيهاش اي حاجة خالص. and his wife are thankful يعني شاكرين ممتنين راضين يعني. يبقى في الاخر فلسطين. يبقى تي وفي الاخر فلسطين. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله, وشير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. واستنونا في الحلقة الجاية الخاصة بالجزء الثاني من الدرس الرابع الخاص بالبرونانسيشن بالنطق. Goodbye. السلام عليكم.